بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربما الكنترولز البوتومز نيكست تو بريفيوس برضه تعملي ليميتيشنز إني ما بقدرش أروح للصورة اللي أنا عايزها بالظبط للبارت الأرتكل أو الجزء اللي أنا عايزه بالظبط، بعكس البوليتس ديت. دي بتديني الأبيليتي إني أنتقل من الأولى للرابعة للثالثة للثانية في أي مكان من غير ما أمشي بتسلسل أو ترتيب خطي. ده محور السيشن اللي إحنا هنتكلمه إن شاء الله. بس طب سي اوكي الجانب بتاعي، طيب من الواضح ان انها بيتم ادراجها بره القايمه بتاعي يا جماعه، صح؟ ان حتى هي في الكونتنت بتاعي هي مش عنصر في القايمه، هي هتتربط بالقايمه لكنها مش جوه القايمه، لكنها جوه ايه؟ جوه الديفيجن الرابر اللي هو كان خاص باوربيتيجن. طيب اوكي احنا راح ندرج ايه؟ راح ندرج ناف المره دي، أو ممكن تدرج ديفيجن، الأمر سيان بالنسبة لك، لكن أنا هحاول ندرج ناف لأن الكلام مش هيكون كبير يعني، تمام؟ الأمر المميز الكلاس، الكلاس ده يا جماعة هيكون عبارة عن أوربت بوليت. أوربت بوليتس، أوكي؟ وجوه منه تبتدي تدرج بعدد السلايدز بتوعك، يعني بعدد الـ LI items بتوعك هتبتدي تدرج لي بوتونز. اوكي انا مش هكتب حاجه على البوتون لان شكل البوليت مش يعني مش راح يستحمل انت تكتب فيها حاجه، لكن ممكن تحط فيها بادج، ودي حاجه من ضمن الحاجات اللي راح نتكلم عنها تقريبا مش متذكر قدام، او ممكن نقول اتكلمنا عنها. انا بحاول اسجل حلقات في ترتيب مش خطي يعني شويه. طيب اوكي ممكن تحط فيها رقم مثلا، بس انا مش هحط فيها حاجه دلوقتي. بالنسبه للبوتونز بتاعي هياخد امر مميز، الخاصيه اللي اسمها داتا ايفن سلايد. ورا منها يا جماعه بتحاول تحط انت الترتيب بتاعك، يعني بص فاكر هو ده اول بوتون تمام كده، يبقى المفروض تحط فيه اول سلايد بتاعك، تمام؟ فعشان كده هياخد السلايد اللي اسمها سيجو، اوكي؟ دي هي السلايد زيرو، ديت اول سلايد راح يبتدي بيها، راح يبتدي منها. طيب لو انا عملت مثلا كنترول دي 4 مرات وغيرت في الكلام ده، المره دي واحد تمام، السلايد دي الثانية اللي هي المفروض الثالثة بمعنى أدق، ودي الثالثة اللي هي المفروض الرابعة، ابتديت من الأساس صفر. بس لو أنا عملت كنترول اس ورحت عشان أشوف الحاجات اللي أنا عملتها دي، ألاقي من تحت بالفعل أدي السلايدز بتوعي. أنا طبعا عشان أقف على الأولى ديت أول حاجة ابتديت منها، لو ضغطت على سلايد هيجيب لي السلايد رقم 2، الرابعة يروح يجيب لي الرابعة، الثالثة يجيب لي الثالثة، ومنها إلى الأولى وهكذا إلى أن شاء الله. ديت فايدة البوليت في وجود برضه الكنترولز بتوعك النكست والبريفيوس كمان، أنت ممكن ان تحتفظ بالاسهم وتبتدي تكتب كمان تحت منها انت نيكست وبريفيوس، معاك اسهم وكتابه وبوليتس والدنيا تبقى زحمه شويه عندك في التصميم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.